إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن، بل يجب على كل مؤمن أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة كل بشر، أن يقدم محبته على محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. ولكن ميزان المحبة حقيقة هو الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نشرع في دينه ما لم يشرعه، لأننا لو تقدمنا بين يديه لأسأنا الأدب، وإساءة الأدب يعني عدم المبالاة بمن يكون أمام الشخص. ولو شرعنا في دينه ما لم يشرعه لكان في هذا قدح في تبليغ الأمة عليه الصلاة والسلام. ونحن نتكلم الآن عن البدع من حيث هي، أي إنسان يحدث بدعة فإننا نقول له إنك واقع في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما حذر عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه مفسدة عظيمة. ومن مفاسد البدع أنها نوع من الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا يخفى أن الشرك لا يغفر، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظاهر الآية الكريمة أن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر. ومن مفاسد البدع أن فيها صدا عن سبيل الله، لأن الإنسان يشتغل بها عن العبادة الثابتة حقا، فما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة ما هو مثلها أو أعظم منها. ومن مفاسد البدع أنها تستلزم القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبلغ ما أرسل به أو كان جاهلا به. وجه ذلك أننا إذا بحثنا في القرآن والسنة لم نجد هذه البدعة، فإما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام غير عالم بها، وهذا قدح فيها عليه الصلاة والسلام أن يكون جاهلا بشريعة تقرب إلى الله، وإما أن يكون عالما لكن لم يبلغ الناس، وهذا قد كان فيه أيضا في أنه لم يبلغ ما أرسل إليه. ومن مفاسد البدع أنها تنافي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن مقتضى المبتدع أن الدين لم يكن، لأننا لا نجد هذه البدعة في دين الله. وإذا كانت من دين الله على زعم هذا المبتدع وهي لم توجد فيه، فإن الدين على زعمه لم يكمل. وهذه مصادمة عظيمة لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن مفاسد البدع أن مبتدعها نزل نفسه منزلة الرسول، لأنه لا أحد يشرع للخلق
ما يقرب إلى الله تعالى إلا من أرسله الله عز وجل، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي ابتدع كأنه يقول إنه كأنه بلسان الحال يقول إنه يشرع للناس ما يقرب إلى الله، وهذا تعني أنه مشارك للرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة. ومن مفاسد البدع أنها قول على الله بلا علم، وهذا محرم بإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.